فتال يا ست الستات كباريهك ومطرحك. استني قبل ما تنزلي ناخد صورة سيلفي. فتال يا ست الكل فتال خشي خشي على طول. أيوة أيوة عدي الشاب وعدي المزة. أيوة كده يا سلام يا سلام. أقعدي مين كبداكي؟ الهانم تشرب ايه؟ اشرب حلبة حاسة. حلبة حاسة دي عند امك هناك. ماشي تحت امرك يا هانم. يا طويل ايه يا هيما؟ صلت ولا ايه؟ انت جايب نوال هنا الكباريه؟ وماله يا هيما؟ مزه ومش لازماك وانا مستأذنك عايز اعمل منها قرشين هتبص لي في اللقمه. جرى ايه يا هيما؟ روق وبعد كده انت ممكن ينوبك من الحب تاني. يلا شوف بقى هي عايزه ايه. طب خد بالك بقى لان دلع المره بيجيب ورا. عادي يا سيدي والرجوله مش بسهوله. انجز بقى انجز. دي طالبه حلبه. طالبه حلبه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. وجيتي تطمني عليا. تسلمي يا ضنايا وكمان اشتريتي حاجات وكلفتي نفسك ما كانش له لزوم. انا حتى اللي مني ما حدش فيهم بيطلع عليا. طب والنبي ما تقولي كده، ده انت ست طيبه وتستاهلي كل خير. طب والله العظيم اول ما هاجر قالت لي جيت لك جري على طول. وحيا بنتي ربنا يكرمك ويعدلها لك قادر يا كريم. الله يخليك تقومي بالسلامة يا رب. سلامي. طب أنا هقوم أسوق لك عصير بقى أنت والحاج. يا ضنايا ملوش لزوم ملوش لزوم تتعبي نفسك. ما تقوليش كده ده أنت تعبك راح. أصب لك جوافة ولا مانجا يا حاج؟ الاتنين يا أختي. العكنانة دي طيب طيب طيب. نجوان وحشتني يا بابا. ايه اللي نزلك مصر تاني؟ والشنطة دي فيها ايه؟ فيها فلوس؟ فلوس ايه بس يا بابا؟ وسع كده عالدين. ولما هي مفيش فيها فلوس ايه اللي نزلك مصر تاني؟ وعملت ايه مع الجدع الزبالة اللي طفشت معاه؟ ما عملتش حاجة، نصب عليا وديني رجعت بشنطة هدومي بس. بوز فقر زي امك. الناس تخلف عيال عشان تكبش فلوس وترمي في حجر اهلها، وانت وامك بتكبشوا من الفقر وترموا على دماغتنا. هي ماما فين وعامله ايه دلوقتي؟ اهم لقاحه في الاوضه جوه. خش يا اختي شوفيها. ماما يا ماما ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشاني يا ضنايا. وحشتيني انت وحشتيني. الف سلام عليك. طب الاذن انا بقى عم الحاج ربنا يطمنكم عليه. والعصير يا اختي اللي كنت بتعمليه ده بقى صوب لنفسك عم الحاج. انا مشواري طويل واولاد الحرام كتير. سلام عليك. الحمد لله قدر ولطف ان السندس كانت تعبانه وروحتيها قبل الولعه عشان انت عارفه لما بتشوف ولعه بيحصل لها ايه.
انت ليكي اعداء؟ في بينك وبين اي حد مشاكل؟ اعداء ايه بس يا سعاده البيه؟ هو احنا اسرائيليين ولا حاجه؟ ده بطن البقره ده هي اولها يجيب اخرها، كله عارف بعض. وبعدين الست جمالات ما بقالهاش كتير عندنا هنا يعني عشان تعمل اعداء ولا حاجه. قدر الله ما شاء فعل، ربنا على الظالم وابن الحرام والمفتري. وانت يا اختي جمالات لابد ان تكوني في كنف رجل يقف بجوارك، واعتقد كلامي مش غلط يا اخي شكري. اعوذ بالله، اولاد الحرام مالوا الحته، لكن قسما عظما لو ايدي اتحطت على اللي عمل العمله السودا دي لكون معلقه على باب المحل ومشفيه ومطلع من جدتك من ظهر والكوارع ولحم الدراس ومخشي. اخرس انت خالص، مش عايز كلام كتير. جمالات خدي مديل على المحضر ده، ده محضر كده روتيني، وانا في اسرع وقت هجيبهولك مرمي عندي في الحجز. لا لا، انا مش عايزه محاضر وسام وقضايا، انا خلاص متنازله عن حقي ومسامحه خلاص. متنازله ايه؟ بقولك ده محضر روتيني وسيبيه لي انا الباقي. نهار اسود على السنين السودا، ايه اللي عمل في محل البنت كده؟ مين اللي عمل عمله السودا دي؟ كفايه بقى القرف ده، مش عايزه تفوقي لنفسك؟ عاوزني اخف؟ انت عايزه تخف؟ انا لا، بس لو لقيت حد عايزني اخف ومصمم على ده هخف عشانه. لازم انت تبقى عايزه تخفي عشان نفسك. ما انا ممكن اخف عشانك يا نادر، ونبقى اتنين بني ادمين طبيعيين زي اي اتنين، وحياتنا ماشيه. اوكي هتبقى ممله بس ماشيه. انا مشكلتي الوحيده ان انا حياتي واقفه. حبيبتي انا مش مصحه علاج ادمان، لو عايزه تخفي علشان نفسك اهلا وسهلا، انا هقف جنبك وللاخر، لكن مالكيش دعوه بيا. مش معنى ان احنا اتقابلنا في محطه في حياتنا يبقى هنكمل السكه سوا. ساره احنا هنسيب بعض، وانا عايز اسيب لك حاجه كويسه قبل ما امشي. عايز تسيب لي ايه بقى؟ هديه؟ عايز اسيب لك ساره. ده الضابط المتخلف اللي بيراقبك. ايوه يا ياسر. لا لا لا، انت ما طلبتش النمره غلط، انت طلبت ساره عشان تسال عليا. انا بقى معاك اهو، وكلمني واسالني على اي حاجه انت عايزها كده. طب شوف يا حبيبي، انت تبعد عن ساره تماما، ما تقربش منها ابدا، والتهديدات الخايبه اللي انت بتهددها بيها دي انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجه، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك، وانت اصلا انسان فاشل. خلاص بقى ما تقريش في روحك كده خلاص. هو يعني كنكرك ولا كانت شغلتك دي حل حاجه فكرت فيها تسليكي بدل القعده؟ انت عمرك ما هتقدري تحسي باللي انا حاسه بيه. ماشي يا اختي، سيبنا لك الحساسه، بس برضك ما تقهريش في روحك كده. ولو القعدة هتكيبك اكتر ما انت مكؤوبة، ومنزل مع المحل فكي كده. قومي يلا. ريحتي هلبس انا وانزل اروح المحل. شفتي انا مش هقدر انزل، انا كلمت بابي ودينا وهيقولي عشان نشوف هنعمل ايه في حكاية نجوان الزفت دي. بشوق خلاص، بس خلي بالك بقى، انت حواراتك كترت وعشقت في قلب بعضيها. عندك الظابط من ناحية، وابوك اللي عمال ينطلنا كل شوية في قلب المنطقة من ناحية، والولية الفراشة اللي بتاعها جت من بره مصر من ناحية، حراسي عشان انت بقيتي عاملة زي ايه؟ زي اللي مؤاخذة الجاموسة اللي الجزرين كده اتكتروا حواليها وعمالة تخبط في الحيطان قبل ما تقع. جاموسة ايه يا بني ادم يا معفنة انت؟ شايفاني قاعدة ومش طايقة نفسي، تفضلي تعصبيني وتستفزيني لغاية ما اتجنن، هو انا ناقصاكي؟ شوف البيت. طب الحق عليا يا اختي اني بوعيكي وقلبي عليكي، انا وعمالة اقول لها فكي وانزلي مع المحل، ما تولعي. خلي بالك انا كل ده مش عايزه اركز في حته ايه، ان انت منين ما بتقعدي في حته بتنحزي.